طب إذا كان ده حقيقي، كيف سمح لدكتور مرسي بأن يصبح رئيسا إذا؟ نسأل بقى سيادة المشير. المشير طنطاوي. القيادة السياسية يا فندم هي اللي بتاخد القرار. أنا كجهاز، أنا جهاز بدي لك المعلومة وبدي لك كل حاجة وبحمي مصر بره وقادر إن أنا أحميها بره. وتبقى الكرة في ملعبك بقى. لا ما هو أنا تابع القيادة السياسية. القيادة السياسية قصدي الكرة في ملعبه وعندئذ يتصرف في المعلومة بالشكل الذي يرتئي. أنا جهاز منضبط. وجهاز منتظم، انا ما اقدرش اطلع اقول اي حاجه لوحدي يعني. القصه عندك انت بقى تاخد القرار، فهو بيأشر على قرار. بعدها جاء طنطاوي، القرار معاك، اتفضل ادي الداتا وادي الموضوع كله بالكامل. ايه برضو حضرتك ما تنسيش ان عمر سليمان الله يرحمه ده يمكن